أنا من الحديث يمكن فينا نفتح كمان قوسين تنحكي عن اللي عم بيصير اليوم بإسرائيل بفلسطين بفلسطين بحي الشيخ جراح، لأنه منه شيء جديد، شيء يمكن متجدد بس بطريقة في كاميرا عم تصور لك، واحد بيتخيل شو صار ب48، عم بتخيل شو صار قبل 48 بكم سنة، كيف هذا الشيء أنشئ بالطريقة اللي أنشئ فيه. ما بعرف أنت كيف عم تشوف اللي عم يصير هلأ بفلسطين. أنا أهم شيء عندي اللي عم يصير هلأ بفلسطين اللي هو ثمين جدا، أنه هو متجدد. يعني الإسرائيليين آخر شيء رح ينهزموا، بتعرف بفعل شو؟ بفعل اليأس. هن كل ما أخذوا عملاء، وفي عندهم كتير عملاء بين الفلسطينيين، وكل ما أخذوا ناس مش بالضرورة عملاء وإنما يأسنين وبيقولوا خلاص خلينا نحلها ونلاقي حلول ونعيش منيح، في فكرة إنه نعيش بنستفيد، منقدر نعيش أولادنا، منقدر نكون جزء من هيدي خلصنا صراع. حتى لو صراع بس صراع محدود مش صراع وجود، وهن بيعتبروا حالهم ربحوا كل ما أخذوا هيدول أو أخذوا العملاء. كمان عندهم كان 20,000 عميل بغزة الإسرائيليين، يعني في كتير عملاء. بس أنا بعدين لما شفت هيدا الفيلم اللي عم قلك عنه كوليت، بقلبه للفيلم عرفت أنه بس 1% من الفرنسوية قاوموا النازيين، 1% قاوموا النازيين، ورغم هيك يعتبر المجتمع الفرنسي بعملائه بالجبناء بالوشات تبعه يعتبر مجتمع مقاوم، قاوم النازيين بفضل هالواحد بالمية يلي المؤرخين الفرنسيين بيقولوا انه قاوموا النازيين. مشان هيك انا اللي بيهمني اليوم من اللي صاير بالقدس وبالشيخ جراح، وعندي كتير رفقة، عندي ناس بيكتبوا بالسفير العربي من هنيك، هن انه كل ما اعتبروا انه خلصوها للقصة بين القمع وبين التيئيس وبين الإفقار، لأنه في إفقار حقيقي، والتيئيس تيئيس عنصر مادي، تيئيس منه شغلة هوائية. اليأس بيوصل لمحلات فظيعة. فهن كل ما اعتبروا أنه استتب لهم الأمر تنبقلهم من محل ما، أنه لا، وأنه هيدا جيل جديد دخل بالموضوع ويعرف نفسه كفلسطيني وبيعرف الأرض كأنها أرض فلسطيني، ما حيقدروا. بس نحن نحكي عن المستوطنات، عن هلأ الحديث بالشيخ جراح. أنا في أحد الفلسطينيين أصدقاء تعرفت عليهم عم يخبرني عن واقع العيش مش بغزة، بالضفة. ما في إنسان يحمله إن شاء الله بيعرف شو تاريخ الصراع، وإن شاء الله ما بيعرف شو تاريخ الصراع، من فكرة إنه ما في شيء اسمه سلطة فلسطينية ولا شيء اسمه فلسطين، كله إسرائيل، كله حواجز الهويات، الكهرباء تبعهم بيفوتوا على البيوت اللي بدهم إياها، العملة تشاكل بغزة، العملة بعدها تشاكل، كله. وطبعا في تواطؤ من السلطة، السلطة كان لازم من زمان تحل حالة وتقول للأمم المتحدة تشرفوا انتوا حكموا إذا بدكم، أو ينحكموا ليك عملت لهم خدمة السلطة للإسرائيليين فظيعة، إنها أخذ كل الإدارة اليومية للحياة، لما بدهم إسرائيل بيتركون، لما ما بيعجبهم الإدارة بيتدخلوا، أخذت لهم مجانا عم تدر لهم الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني. شو في خدمة أكبر من هيك؟ هن حققوا بهالطريقة هيدي الحلم تبعهم القديم كمان تبع الإدارة الذاتية، هن السلطة لقلهم والإدارة الذاتية أنتوا شؤونكم. بس أنا اللي عم قلك يا مش هيدا، أنا عم قلك إن هيدا بينضاف للعملاء ولليائسين ولأصحاب النظريات السخيفة تبع فينا نعيش معهم وفينا ندبر حالنا معهم وإلى آخره، وبيصيروا يلي برأيهم لا بيصيروا أقلية شديدة. لكن كل كم سنة بسبب ما بيعتبروا انه نجحوا بيكتشفوا قديش هن فاشلين، وهيدا ما حيخلص. يعني لما بيقولوا لي الناس انه انت معندي على التضامن مع فلسطين من باب العناد، لا، انا معندي من باب القناعه، حتى لو طولت، حتى لو كان الظروف ابدا مش مساعده الفلسطينيين، في تواطؤ. لك هيدول المشيخات التافهه بالخليج، لك
عاملين يعني يعني في شيء فعلا فعلا ما بينوصف إلا بأنه حقير تطبيع. ومجاني. شو تطبيع هيدا؟ منو تطبيع؟ الإمارات والبحرين عم فتحين البلد شيء، وهيدا كمان رح يخلص بطريقة عاطلة لإلهم يعني مش إن... بس إنه ليش الكرة الأرضية كلها احتضنت مشروع مناهضة الأبرتايد بجنوب أفريقيا ويعتبر هيدا الشيء مثل ما عم تقولي من البعض إنه عادي ولازم لا لا، الفرق بين الشغلتين هائل، الفرق تاريخي والفرق سوسيولوجي. هناك أبرتايد كان في نظام تمييز عنصري استعماري استيطاني أكيد بيشبه كتير، بس هناك ما كانوا يهود، كان استعمار هولنديين وإنجليز أجانب أجانب بوش ناس سحناتهم سودة واضح يعني شيء. نحن عم نحمل ثقل التاريخ كله، يعني اضطهاد اليهود الحقيقي يلي صار بأوروبا مش بس النازية، كله الجيتويات، صورة اليهودي يلي موجودة عند شكسبير، يلي موجودة بالأدب، يلي موجودة كل الاضطهاد التاريخي حلوهن بأنهم تخلصوا منه وبعتولنا إياهم. على فكرة هن والروس متواطئين كانوا، السوفيات والكل، أنه خلصنا منهم هيدول يعدوا هني، وكان هالشي مفيد لإلهم مش بس ليخلصوا من المشكلة. يعني أول شيء هن خلصوا من مشكلة عويصة وتاريخية وإلى أبعاد متعددة. اثنين، هن عملوا قاعدة. هلأ البنتاغون عم يدرس يدخل إسرائيل ضمن القيادة الوسطى تبع الجيش الأمريكي، قاعدة عسكرية بنفس المنطقة. شو يعني؟ شو يعني هيدي قاعدة عسكرية أمريكية بالدرجة الأولى؟ ثلاثة، في الجبن والسخافة. الألمان مثلا لأنه هن اللي ارتكبوا المحارق النازية، الحركة الألمانية حتى المؤيدة لفلسطين ما بتقدر تحكي لأنه عندهم إحساس الذنب الفظيع. فنحن عم نواجه شغلة اللي هي إسرائيل كيان متعدد الوظائف ومتعدد البنى. بالأخير لما بيطلعوا يهود، نحن نشرنا عنهم كثير بالسفير العربي، نشرنا حلقات شهادات لقلهم، بيطلعوا يهود بيقولوا عم تتأسس بفضل إسرائيل كارثة تانية على اليهود فوق كل كوارثهم التاريخية. نحن ضد إسرائيل مش بس لأنه القضية الفلسطينية قضية عادلة إنسانيا عادلة، نحن ضد إسرائيل لأنه إسرائيل كارثة على اليهود. شايف؟ بيقولوا لهم أنتوا إسرائيليين بتخونوا، أنتوا يهود بتخونوا حالكم، عم تخونوا حالكم، أنتوا يهود خجلانين من يهوديتكم. وكل المحاولات اللي هي هلأ أخطر شيء بالعالم لمزج اليهودية بالصهيونية اللي هي هلأ المعركة الكبرى بأوروبا وبأمريكا، كلياتها قائمة على أساس ينخلط الموضوع. شايف؟ فشايف قديش نحن بين انتماء ديني طائفي لعقيدة سياسية لوظيفة وظيفة لوظيفة لوظيفة في وظيفة سياسية عسكرية لإسرائيل بالمنطقة. نحن منطقة غنية، نحن منطقة كتير قريبة على أوروبا، نحن منطقة فيها أعلى نسب مخزونات البترول، إن شاء الله يا ربي البترول ما بيعود له ولا قيمة حتى نخلص. نحن منطقة في رغبة بشيطنتها في اللي بدك. الفلسطينيين عم يواجهوا عدو لإلهم، هيدا العدو متمكن لأسباب عديدة مش بعد واحد بالموضوع. مشان هيك أنا مرات كتير كنت كتير نرفز لما صاروا يتباهوا شبيبة حزب الله بأنه هنن قاوموا إسرائيل وهنن أحسن من المقاومة الفلسطينية، وشوفوا نحن شو عملنا هنن شو قدروا يعملوا. لك أنتوا ليش نفس الشروط أنتوا ببلادكم، وبلادكم كانت للحظة حتل أجزاء منها وما كانت العالم يعني يعني البعد الفلسطين حرام في المقارنة شيء حرام. المقارنة حرام بالأخير. الفلسطينيين شو ما نقلنا شو ما نقلنا، وفعلا هن مش ملائكة
ولا كل الإسرائيليين شياطين ووحوش، بس الفلسطينيين عم يواجهوا شيء أكبر منهم بكتير، منهم ومن غيرهم. شايف؟ مشان هيك أنا بالأصل تضامن، موقفي المتضامن منو متعلق لا ببعد لا قومي ولا إثني ولا ديني ولا شيء. مشان هيك أنا عندي كتير أصدقاء يهود ضد الصهيونية بأوروبا يعني موجودين، وموجودين بإسرائيل نفسها. هون بصير السؤال، شو الموقف خاصة للبنانيين اللي عم بيشوفها، شو الموقف غير الديني؟ لأنه دائما نسمع أنه بدنا نصلي بالأقصى ولا كذا، أنا مش هيدا هو منطلق تبع نضال عندي. شو هو المنطلق غير الديني وغير المرتبط بأنه احتلوا لي شقفة بجنوب؟ مش هيك، شو هو، كيف بتصوري منطق الصراع المختلف اللي لازم واحد يكون عم يحمل ليكون مستدام؟ بعبر شوي كمان عن انساني. انساني في قيم، نرجع على قصة القيم، أساسية القيم. انساني في ظلم، في قيم، في وظائف للاستعمار والاستيطان، وفي وظائف للتحرر. علما انه انا صرت بعرف اليوم بعمري هيدا المتقدم انه التحرر نفسه مش بالضرورة مساوي لتحرر متعدد الأبعاد. يعني ممكن نخلص ونتحرر ويطلع لنا بعد الآخر منظومة سيئة محلية. أنا بعرف إنه شيء اللي تمسكنا فيه كتير. يعني أنا مثلا إنه ربيت بعملك ببيت شيوعيين، أنا لما أبي قال لي نرجع هيدي القصة منهم سعد الناس، كان بالنسبة لي في مقياس إضافي انضاف اللي هو السعادة البشرية، يعني غاية مش بس الأكل والشرب. بعرف أنه ممكن، أنا شفت مثلا فيلم حياة الآخرين، ما بعرف إذا شايفه، ألماني عن ستازي، رائع رائع. وكتبت عنه بالحياة، كنت أكتب عن واحد مكلف بأنه يراقب ناس في ألمانيا الشرقية، هو ضابط مخابرات، وبالتالي بيسمعهم، بيسمع شو بيناقشوا شو بيحكوا. نزعوا كيف نزعوا؟ طيب هو صراع على شو الأحسن للبشر، من أجل الوصول للأحسن، من أجل الوصول لحق، حقوق، لأنه منه حق واحد بالأخير. علما انه هيدا صراع، انا بعرف اليوم عم اقول لك بعمري انه هو لا ينتهي. يعني مش اذا انت انجزت منه شقفة الاساسية خلصنا، ما في خلصنا. هو صراع دائم، الانسان بده يفوت بصراع دائم بهيدي الارض، لانه بعدين ممكن يطلعوا لك المستغلين المحليين والمضطهدين المحليين. والدليل يعني عندنا بالبلد، وقت صور لي انا كنت صغير، انه بس يفلوا السوريين بيمشي الحال، بعدين نكتشف انه في شيء جوا كمان بيستدعي استكمال الصراع. ما الصراع لا يتوقف. الحياة هي صراع من اجل دائما الطموح الى منظومة قيمية بالدرجة الاولى، قناعات. القناعات كتير مهمة. مشان هيك انا مثلا بكتب حتى احيانا، اذا ما فيك تعمل شيء على القليلة عبر عن قناعة ما، تدعم موقف ما وناس ما ضد ناس تانين، على القليلة، لأنه هو توازن، الكون توازن. شايف؟